مساء الخير عليكم مرحبا بكم آه رانا في قلب فصل الشتاء الله يبارك واش الخير واش الخمير حتى في الجنوب جيت مديت ورقلا مديت حاسم سعود إليزي صبيحة هادي حتى لي البارح كانت صب الشتاء في جهة تمرة ست بعض المناطق تاع كذلك لأنه الاضطراب الجوي هذا حب يقول مع الهواء البارد صح حتى الجنوب الشرقي تاع البلاد نشوفوا الحال كيفاش راح يكون غدوة الصبيحة إن شاء الله خذوا صباح ولا حب ربي إن شاء الله الطقس متقلب بارد غير مستقحر شتا تبروري الشتوروج إن شاء الله ابتداء على المرتفعات لي سومي اللي فوت العلو تاعها 800 متر والمدن تاع الهضاب العليا بيقول لي لي كيما سطيف كيما الجلفة كيما المدية كيما الحمام كيما البيض تيارت تقعدوا اللي فوت العلو تاعهم 800 متر بلا ما ان شاء الله آه كذلك آه على منطقه غردية وايضا الغواط غيوم وامطار احتمال بعد الامطار على الغواط وايضا من جهه ورقلة الوات وقورت حتى بسكره كل هذه المناطق وتمتد السحب حتى الجنوب الشرقي خاصه ولايه اليزي منطقة جانت كما قلت لكم قطرت على كل 4 5 ملم تعدى المناطق تاع الجنوب بينما الصفا على الجنوب الغربي وايضا على الصحراء الوسطى وعلى اقصى الجنوب من جزر الظاهره القاهره الوضعيه تقعد بيقول كاسي ستاسيونير برك تحسن طفيف على الغرب البلاد تبقى ديما الامطار واشن تبقى تهم كل مرتفعات دائما ما بين 700 الى 800 متر على الهضاب العليا والمرتفعات قرب السواحل من مرتفعات تلمسان حتى المرتفعات جات سقارس ولم جات تبسا وتبسا تجي عاليه وايضا المرتفعات تاع الاوراس جبال بابور المدن تاع الهضاب العليا الشرقيه كولايه سطيف ولايه بورس بواريريج ولايه لمديه جبل الرطل بدايره سخوان بولايه لمديه كذلك يكون فيه ان شاء الله وكذلك غيوم كثيفه تهم منطقه شمال الصحراء وايضا الواحات كولايه ورق الواد مع احتمال بعض الامطار على هذه المنطقه والغيوم تبقى تهم بعض المناطق تاع الجنوب الشرقي حتى جبال الطاسيلي واقصى الجنوب والريح يكون قوي تحت السحب في الجنوب هو اللي يخلي بعض الزوابع الرمليه تهم منطقه صور شمال الصحراء الصحراء الوسطى حتى اقصى الجنوب اما من جهه في الصحراء الوسطى منطقه تنزروفت تم تكون صافيه جوزو لدرجه الحراره ننتظروها غدوه الصباح ان شاء الله في الفجر بارد الحال درجة واحدة تحت صفر إلى درجة تحت الصفر على الهضاب العليا خاصة مجيت أولف ولا أريس بجبال الأوراس حتى باريكا وخنشنا وباتنا سطيف وأيضا منطقة النعامة وتيارت وسوقر ومهدية الجانب العاصمة وعندنا بس سبع درجات من جهة وهران ست درجات ست درجات كذلك نصيبوها على منطقة الثورة شمال الصحراء والواحد تسعة إلى عشر درجات على الهوكر والطاسيلي تندوف عشرة ركان عشرة و11 درجة في برج باجي مختار هيا نجوزوا للظاهرة مع الهواء البارد يكون نقدر نقولوا حارة فصلية لأنها ماكسيموم 12 13 درجه المدن على المدن الساحليه المناطق الداخليه 7 8 9 ما تفوتش سواء كالما سواء بليده سواء منطقه عند فلال بويره تزوزو غليزان شلف اما فيما يخص الهضاب العليا هذاك هو مع التلوجي 4 5 درجات هذا سي الماكسيموم اما فيما يخص الصحراء 20 في الصحراء الوسطى 19 على الجنوب الغربي وتقدر تلحق حتى الـ 25 درجه على اقصى الجنوب كتيميا وين وتنزاواطين جزء البحر هنا البحر هو خاصة على السواحل الشرقية القوة تاعو حتى ل 70 كيلو الساعة، السواحل الوسطى 60 كيلومتر الساعة، السواحل الغربية 40 كيلومتر الساعة، والاتجاه تاعو شمالي شمالي غربي نور نور ويست، وهنا نور نور ويست وهنا بلان نور على السواحل الشرقية حتى في الكرون لارج جات لزيل باليار وما بين لزيل باليار وجزيرة سردينيا نور 80 90 كيلومتر في الساعة كموجات بحر نقدر نقولوا في هذيك المنطقة من الرؤية تكون راضية السحبة بتاعها هي السحب السفلى وأيضا الأمطار اللي تكون تسقط على السواحل الجزائرية هيا من البحر نروحوا للباريكا هذه دخلتها باريكا هذه غدوة إن شاء الله تكون بيضاء إن شاء الله حتى الجبال هادويا تاع الأوراس يكونوا بيوضاء هذه باركه نختموها بالمعلومات الفلكيه اللي تهم الجزيره العاصمه وضواحي ماهيش باركه بعثوا لنا صور هذه مباركه نوروها كما قلنا لكم تبعثوا لنا الصور في هذه لاباج فيسبوك نوروهم ان شاء الله غدوه ولا حبر بدايه الاسبوع ان شاء الله والاسبوع يكون كاع ممطر ثلوج وامطار الله يبارك ان شاء الله شروق السمش على السبعة و27 والغروب ان شاء الله على العاصمه وضواحيها على 6 و35 دقيقه شو ده الجبل هذا جيب باركه سوا باللي استعملوا الحجره تاعو وقت لي روما ولا مانيش عارفه كتبوا ولا عطاي كيفاش هذا اه اه هذه هي بلادنا فيها تاريخ كبير من عند الفينيقيين والرومانيين العرب والامازيغ والله يبارك والله يبارك هيا آه نقول لكم برك ولا حكمتوا طريق غدوه ولا مسافرين روحوا غير بالعقل مع هذه الوضع المناخيه اللي هي مستوى بلادنا روحوا بلا ما يمش محتم باش الانسان يديبلاص ما يديبلاصاش نقول لكم غير راهيتهم وكوستوكم